اسعد الله اوقاتكم متابعينا ومتابعات قناه شوف تيفي. مرحبا بكم معنا اليوم في هذا البث المباشر من مدينه القنيطره. كيف ما كتشاهدوا معنا المتابعين الافاضل، هذا بيان تالي من رجال الامن، غادي تسمعوا هذا البيان. اذا على بركه الله، تمكنت عناصر الشرطه بالمنطقه الاقليميه للامن بمدينه سيدي سليمان صباح اليوم الاثنين 18 جنبر الجاري من توقيف شخص يبلغ من العمر 21 سنه يشتبه في تورطه في قضيه تتعلق بمحاوله السرقه المقرونه بالضرب والجرح باستعمال السلاح الابيض. وكان المشتبه فيه قد أقدم رفقة شخصين آخرين على تعريض مستخدم بمحطة للمحروقات للضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض المقرون بمحاولة للسرقة، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع صور وأخبار منشورة على صحفات بعض المنابر الإعلامية الوطنية. وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هويات المشتبه فيهم المشتبهة فيهم الثلاث، وذلك قبل أن يتم توقيف واحد منهم صباح اليوم الاثنين. وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائية الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لا زالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف المشتبه فيهما الآخرين بعدما تم تحديد هويتهما الكاملة. إذن كيف ما تابعتم معنا متابعين أفضل متابعين قناة شوف تيفي قناة شاب، هذا البيان كان من رجال الأمن. غادي تسمعوا عاوتاني بيان آخر نفسه هو اللي يتعاود نفس البيان. إذا كيف ما كتبوا معنا، إذا تمكنت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة سيدي سليمان صباح اليوم الاثنين 18 جنبر الجاري من توقيف شخص يبلغ من العمر 21 سنة يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بمحاولة السرقة المقرونة بالضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض. وكان المشتبه فيه قد أقدم رفقة شخصين آخرين على تعريض مستخدم بمحطة للمحروقات للضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض المقرون بمحاولة للسرقة، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع صور وأخبار منشورة على صفحات بعض المنابر الإعلامية الوطنية. وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هويات المشتبه فيهم الثلاث، وذلك قبل أن يتم توقيف واحد منهم صباح يومه الاثنين. وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه في تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائية الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف المشتبه فيهما الآخرين بعدما تم تحديد هويتهما الكاملة. إذا كيف ما تابعتم معنا المتابعين الأفاضل، ما بقي إلا نقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه. كنتمنى أنكم تبارتجوا فضلا وليس أمرا. نتلقاو بث آخر إن شاء الله. إلى اللقاء.